أحسن الله إليكم. تقول في سؤال لها: ما حكم لبس المرأة البنطال أمام زوجها وأولادها إذا كانوا صغارا؟ المرأة لا تلبس البنطال، لأن المرأة معمورة بالستر، والبنطال ليس ساترا للمرأة، لأنه يبدي أحجام أعضائها ويفتن بها أكثر من غيره، وليس هو من لباس المسلمات في الغالب، خصوصا في هذه البلاد المحتشمة. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تلزم اللباس الساتر. نعم.